اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده نموذج جميل لصديقه جميله من ذوي الاراده. صديقتنا الجميله بسبب اصابتها بالكانسر فقدت احد ساقيها بدر من مفصل الحوض. رغم بدر احد ساقيها بالكامل باستخدام طرف صناعي، تعيش صديقتنا الجميلة حياتها. تحديات كتير بتواجهها لكنها بكل شجاعة تخرج للمجتمع بإرادة قوية متمسكة بحقها في الحياة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متحدي الإعاقة. رفضت الاستسلام لليأس، قررت تواجه الإعاقة كل شجاعة بثقتها بنفسها وإيمانها بقدراتها الخاصة. قدرت تتخطى الإعاقة وتلفت أنظار المجتمع